شي واحد يمشي معايا صافي صافي صدور هنا مع ديك التراب. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الكريم سيدي وين جهة فلاس الفلاس السادة المصالح القضائية والعسكرية والمدنية الخارجية وكذلك المركزية، السلام عليكم. لقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعينه وأعطى تعليماته السامية للتكفل شخصيا بجميع مصاريف جنازة وتشييع جثامين موظفي الشرطة التابعين لولاية الأمن فاس الأربعة والذين وافتهم المنية يوم أمس الأحد بعد الزوال في حادثة سير على طريق السيار بين مدينتي مكناس والخميسات، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية أصدر السيد المدير العام للأمن الوطني تعليماته التي تقتضي بترقية ضحايا الواجب إلى الدرجة الأعلى مع تكليف كذلك المصالح الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا وتشييع جثامينهم في جنازة رسمية.